اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه ميوزيك الرماس، حلقه جديده من برنامج ويكند. ضيف حلقه هذا الاسبوع انتم اختاريته من خلال تصويتكم على ارقام البرنامج. ضيف هذه الحلقه شاعر قدم اجمل واروع الاغاني. نرحب بشاعر علي الفردا واجمل ترحيب. اهلا وسهلا بك وبرنامجك ويكند جميل المتابع والشاشه الذهبيه شاشتنا كنا شاشه القناه. نورت شاشه الرماس. احكينا عن بداياتك وهل واجه الصعوبات؟ طبعا بدايه اي فنان او اي مبدع كان شاعر او كان ملحن او كان رسام اكيد الخطوات الاولى تواجه بعض الصعوبات، لكن لربما العامل اللي يعني ما خلاني احس بكميه الصعوبات انا ذاك هو كان صغر سني، بديت عن عمر صغير جدا، وبهذا العمر الانسان يكتسب الجرأة الادبيه يعني بحيث تكون عنده الرهبة مو مثل الإنسان الناضج يعني كل قوة. يعني ما يحسب الأشياء. ما يحسب الأشياء. الحمد لله والشكر يعني قدرت أخذ خطوات واثقة في ذاك الزمان اللي أهلتني أن أتجاوز الصعوبات اللي واجهتني. أول قصيدة. والله ما أقدر أتذكر لك يعني بالضبط أول قصيدة، لكن إذا تحب أقرأ لك واحدة من هويات البدايات. كانت حرامينا قبل مو مثل يبوقون، والغيرة قبل حتى بحرامينا، فخذ لك قبل واحد راد مرة يبوق، لأن جاعت عياله وضاقت بعينه، طب البيت عالم كله خير البيت، ومحمل ذهب حتى بحياطينه، صدفة وشاف خبزة وشالها من القاع، عض منها وكلها وصفك تشفينا، أنا غلام أبوي شلون أبوق البيت وأنا زابط لو شافت بعينه. الله عليك. الملحن اللي تحسه قريب إليك ويترجم إحساسك أي ملحن؟ طبعا أنا يعني بحكم الأغاني اللي طلعت لي للساحة تعاملت مع أكثر من ملحن، ومو فقط ملحنين اللي تعاملت وياهم، أحيانا مطربين يتبنون الأغنية مشروع، لكن المترجم للمشاعر بصورة عامة هو الملحن اللي يكون قريب من أفكارك، وهاي يعني من هذا الملحن لربما يعني تربطها عوامل العمر أو التفكير أو التجربة وعلاقة صداقة لربما يعني أكثر ملحن قريب علي فهم كلامي، رغم احنا يعني نتعب اتعبه وتعبني بالعمل، بس نطلع بنتيجه دائما جميله، لان هو حريف ومبدع جدا اللي هو نصرف الدبر. تحياتنا ابو محمد. حلم لم يتحقق لعلي الفريدا؟ كثيره اكيد مو كل الاحلام تتحقق، لكن النجاح مراحل، كل ما تنجح بمرحله لازم تحس نفسك ما أديت كل اللي عليك حتى تتقدم وتنجز وتبدع أكثر. فإن شاء الله الحلم اللي بذهني اللي هو القمة بعد ما إن شاء الله إن شاء الله بقول. تعاني من الحسد والغيرة؟ الحسد والغيرة عنصرين موجودات في المجتمع، ومثل ما نقول لولا وجود الحسد لما الله خصص له سوره كامله بالقران. تؤمن بي يعني انت؟ الله عز وجل بس اللي يؤمن بي يقول لك يصير علي اكثر. لا مو شرط. شوف هو هذا الموضوع يحتاج لخمس برامج مثل برنامج يعني مو سؤال وجواب عليه، صح. وهو اصلا مو اختصاص. ناخذ نبدا عنه. لكن الحسد موجود وموجود بالقران، تسالني تؤمن بي؟ الله عز وجل يقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فاكيد كل ما اجى بالقران احنا نؤمن به، الحسد موجود. لكن الخوف من الحسد هو لربما يعني يحفز لك وقوع بعض المشكلات من باب تفائلوا بالخير تجدوه، فأكيد عكس الشيء إذا تشاءم بالشيء لربما يسيئك، لكن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. الحسد أكيد موجود، لكن واحد يتكل على رب العالمين ماكو غيره، يعني توكل على رب العالمين. وأنا شفت الاتكال على الله أحسن من الخوف من الحسد. الغيرة موجودة، كل ما زاد نجاحك اوريدي يعرفون كل الناس المبدعين والناجحين وعندهم انجازات
يعني ربما نقلل اقل الجميع تواضع لا مو تواضع حقيقه قدمت اغاني جميله الله الله يسلمك فإلى ربما نقلهم يعني فانت كل خطوه يعني الى الامام راح تصنع لك حساد ويعني لكن انت الواحد يمشي على اسس الله يكون وياه احكينا عن اعمالك الاخيره الحمد لله وشكرا على بحكم يعني اعتبر نفسي شاعر شانب يعني مو فقط اكتب الاغنيه انا اكتب القصيده واهتم بالقصيده لربما اكثر من الاغنيه ليش؟ لان الاغنيه عواملها مو فقط اني بها ملحن موزع وبها موزع وبها كذا فاهتمامي جزء من دول لكن القصيده بطلها الاول والاخير اكون اني طول منصف حتى اذا لا بالمهرجانات اوكي صح أنا والمنصة لكن أنا أحكي على مستوى الحديد مستوى الفيديو كليب عندي عمل جديد إن شاء الله راح يكون من إخراج رائفة البدر تحياتي اللي هو قصيدة ضيعتها وراح تشاركني بالعمل مطربة راح تحبون صوتها هي من المطربات اللي يمتنعن عن التصوير يعني هي بمحض إرادتها اسمها موج البحار صوت جدا جميل وأنا متأكد راح تحبونه وعندي عمل وطني ايضا صورته على قناه جماس وعندي اغاني جديده حلوه يعني اصداها كانت جميله ملحنين كثار لكن على مستوى المطربين صعبه فائد حلمي سود سود العلي سالم الحمد لله والشكر ما اصبر لو شفت تشمه احمد شاكر واعمال ما تحضرني ربما آسف من أصدقائي اللي يشتغل هداهم وإن شاء الله هذا توفيق يا رب الله يعني زائدا البرامج يعني آخر برنامج آخر برنامجي هذا قصة غريب قصة غريب اللي هو إنتاج قناة الرماس وراح أعرض على شاشة هنا بغداد كم يوم استغرق التصوير؟ التصوير استغرق تقريبا 3 أشهر وكان بلجيكا هولندا ألمانيا سويسرا شو الأشياء اللي رافقتك بالبرنامج؟ والله البرنامج أتمنى في اليوم من الأيام نسوي حلقة خاصة حتى نحكي في هذا الموضوع البرنامج كان ميداني وأنتم أصحاب اختصاص أكيد تعرفون البرامج الميدانية متعبة أكثر من برامج الاستوديو كانت صعوبة أنه فكرة البرنامج الموافقات تبحث عن العراقيين اللي خارج العراق تحديدا عايشين باوروبا نتكلم معاهم عن معاناتهم اثناء وبعد الغربه يعني تتحدث مع المغترب العراقي من اخر مره طلع من بيتهم ووالدته نشرت وراء الموت ايه فتشوف يعني اشياء يعني ما اعرف شو بتنعرض البرنامج شو البرنامج قريبا ينعرض المانشيت داير بالجو الإعلان عن البرنامج وما أريد أفسد متعة المشاهدة للناس لكن راح يعجبهم تعبنا بالبرنامج أنا تعبت حتى الناس اللي هنا يعني كانوا على التليفون دائما عمر مختار رأفة البدر كل الشباب اللي ساعدونا وجلهم تحية المصور رافقنا أنجد كويش مساعد المصور حسين الديد غيرهم يعني اكو اسماء ما اقدر لهمها كل الكادر اللي ساعدني بهذا البرنامج وان شاء الله اني اكمل البرنامج يعني يكون اكثر من جزء توفيق يا رب الله يوفق الجميع اغنيه عايشه انت اي اغنيه؟ والله قلت لك انا مساعد ذاك سؤالك يعني اكو قصص انا اتبناها او اكو قصص لا يعني هي تثيرني لوجودها بالمجتمع لكن اذا اتحدث لك عن قصه انا ربما انا عشتها سويتها وحبيت الفنان وراء السطر سويتها ما هي مقومات الشاعر؟ طبعا الشاعر محور مهم فلازم يتعب على نفسه الشاعر اصل المسرح اللي هو متن الكلام الخطابة الصحافة اللغة كل شيء يعتمد على الكلمة يعني مصدره يكون رئيس الشعر فعلى الشاعر
أن أولاً يكون مواكب الأحداث الاجتماعية اللي تهر به، ويكون ملم بالأحداث المؤثرة بالمجتمع أو بالفرد، ويكون عنده ثقافات متنوعة. يعني ما يخ... الشاعر بالذات ما يختص بثقافة وحدة، يعني حتى وإن اختص، حتى وإن كان على سبيل المثال محامي أو دكتور أو كذا أي مهنة، لكن الشاعر دائما ملكة ربانية. طبعا الشعر ملكة من رب العالمين، لكن أنا أحكي لك عن شخصية الشاعر. شخصية الشاعر حتى قلمك يكون دار دائما، فعليك أن تكون على طول أنت قارئ أو مستمع جيد، لأن الآن الثقافة بحكم تقدم العصر صارت كسب الثقافة فشيء. الثقافة مكتسبة. الثقافة المكتسبة. الثقافة الذاتية هم. صارت قبل يعني حتى تثقف لازم تقرأ ولازم كذا. الآن يعني الأمور تبسطة. ممكن أن الإنترنت والتلفزيون ممكن. استقلت الكتاب. أكيد أشياء أساسية، بس إذا ذل الأشياء الاجتماعية. إذا تبع يعني ناورتها بذوق طريقة معينة ممكن أن تصنع منك مثقف. فالشاعر مقومات الشاعر أولا وأخيرا الثقافة أهم من كل الحكية الأخلاق. أي شيء ما يدعم الأخلاق يكون. هل هناك فرق بين الشعر القديم والشعر الحالي؟ مو فرق، لربما الشعر القديم أجود من الشعر الحديث، ولربما العكس. لكن مثل ما قلت لك قبل شوي، الحياة كل ما تتقدم الأمور تتطور، تتطور مو دائما إلى يعني بالعكس يعني إلى الخلف، لا يجرى عليها التطور الناجح. وإلا معناها الحياة برسوب وبركود، والشعراء يعني كل ما يتقدم الزمن نشوف شعراء مبدعين. صح. مبدعين ويتناولون الصورة برشاقة وخطهم جدا جميل، ويعني ارتقوا بالقصيدة، ارتقوا بالومبو، ارتقوا إلى أماكن عالية جدا، فمعناها أكو تطور. لكن ما نقدر نقول هاي شوية جارح الجملة إذا قلنا الشعر القديم مثلا أحسن أو بالعكس. هو الشعر شعر، لكن الحياة خبر إيش قد قدم الزمن على مستوى الشعر الفصيح، حد قدر يخطئ يعني خط المتنبي ولا الجواهري ولا، لكن الإبداع موجود والتقدم موجود. يعني أهم الشعراء اللي تأثر بيهم على الفرايداوي. والله هي مرحلة التأثر لازم تكون مرحلة قصيرة وتنتهي. بهاي المرحلة إنه أنت يعني تكون متأثر بناس يمدونك بالشخصية، بس مو تظل متأثر على طول، هذا يسمونه تقليد. لازم تبتعد عن التقليد اثناء ما انت مرحلة التأثر. دائما هاي مرحلة التأثر تكون انت يعني فترة يعني بداياتك. بداياتنا كنا قرينا اساتذتنا الكبار عريان السيد خلاف، والعملاق المرحوم كارل اسماعيل قاطع، شاكر السماوي، يعني صاحب الرويري، هاي الاقلام الكبيرة، الاسماء المهمة تأثرنا بيهم. لربما أكثر هاي الأسماء اللي أنا تأثرت بها هو المرحوم كبير كارل اسماعيل قاطع، بعدها يعني واحد خط خطوات يعني نحس به. كلمة أخيرة جمهورك. طبعا إلي الشرف أن أكون ضيف على بيتي اللي هي قناة الرماس. وأنت بصورة خاصة أتمنى الله يوفقك وتكون ناجح كما أنت دائما. تحياتي لمصورنا المشاكس عمر المختار، مخرجنا الغالي، كل الناس اللي هنا. كلمة أخيرة الجمهورية أقولهم أتمنى أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أكون في محل رضاكم، والأشياء اللي يعني إذا في أشياء أنتم ما راضين عليها دي إن شاء الله تغير. إن شاء الله نور. حبيبي. بعد ما التقينا بشارع علي الفرايداوي وعرفنا منه آخر أخبار، نروح نكمل باقي الأخبار.